السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بهريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. الوقت متأخر درايك أخوت، ولكن عندنا خبر عاجل، ورغم أنه هذا الخبر وقع البارح في العشية، عدنا عليه تسريبات صوتية شهادات حية من سكان مخيمة تندوه البارح في العشية بمخيمة تندوه بالضبط بالرابوني. كان واحد الشباب صحراويين من مخيمة تندوه عندهم واحد سيارة وباعية الدفع، كيمتهنوا التهريب ديال الليسانس. أربعة شباب متفاوتين في العمر. هذا الشباب من سكان مخيمة تندوه كتسميهم الجزائر لاجئين، ولكن هذا الجزائر ما كتعطيهمش فرص الشغل. ممنوع ما تجبرش شي صحراوي من مخيمة تندوف خدام في احدى الشركات الجزائرية، شركات البترول، شركات التنقيب، الشركات الجزائرية، والو مستحيل تجبر شي صحراوي من مخيمة تندوف عنده وظيفة في الجزائر. حتى التنقل من مخيمات تندوف الى الجزائر كيكون برخصة. رخصة. واش هادو لاجئين؟ هذا التقييد وهذا الحصار ديال الجزائري على مخيمة تندوف خلى هذا الشباب سكان مخيمة تندوف كيمتهنوا التنقيب عن الذهب. التنقيب عن الذهب في ضواحي مخيمة تندوف، المنطقة غنية بالذهب، ولكن الدرك والجيش الجزائري كيمنعهم. ماشي غير كيمنعهم وكيشدهم ويقبضهم ويديهم يسجنهم ويحبسهم ويدخلوا السجن، لا، القرطاس عمي، الى مر دورية من الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري وجبرت شباب صحراويين كينقبوا عن الذهب في ضواحي مخيمة تندوف، التعمار كيقال طلقوا عليه الرصاص الحي، قتلوه ولا حرقوه. البارح الخوت واحد الشباب كما قلت لكم أربعة عندهم سيارة وبعيس الدفع، كيمتهنوا التهريب ديال الليسانس إما من الجزائر لمخيمة تندوف ولا من الجزائر لموريتانيا. نفترض جدلا على انه التهريب ممنوع، هذا العسكر وهذا الدرك الجزائري خاص يقبض هاد الشباب ويحاكمهم ويسجنهم، وكما كانت محاكمة مقبولة، ولكن لا، الجزائريين كيبيدوهم الإبادة، طلقوا عليهم الرصاص وقتلوه. قتلوا الاول على الفور، جوج اصابتهم بالغة، والرابع هرب من 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 الواقعة، قبضوه الجزائري لحد الآن ما كينش الأثر دياله، ما عرفوش العائلة دياله في كين، واش قتلوه واش لحوه في شي حفرة، مهم ما كينش. هذه واقعة وقعت البارح. هادو الجزائريين كيسموا سكان مخيمة تندوف لاجئين. تكررت قضية مرارا وتكرارا، الشباب اللي كانوا كينقبوا على الذهب كتقتلهم الدرك الجزائري ولا الجيش الجزائري، إلا كانوا كيهربوا كيمتهنوا التهريب ديال الليسانس كيطلق عليهم الرصاص الحي. هذا الشيء غنسمعوه. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. يا يحيى، انت اش تقول مسكين في الطريق اللي ميت البارح ولا الطريق اللي ميت البارح؟ مسكين عرفت شويه من المحروقات مريسكي بيه في الحماده هنا، ومخبط بعماره وميت، وواحد مقبول مجروح، وواحد شوه من المفات نجبر كاع. اخوتي اللوجو الحماده راهي ما تلم تحمل احد، وراهي كل مره اللي ما كانت لدرون كانت لين الجزائريين، فاه في الريسك ولا اللي ود الارزاق مسكين، وباش لي يعيش هو احقنوا دماء شعبكم، ولوذوا الحل نحقن به دم هذا الشعب مسكين، لوذوا الحلول يا النخبه الصحراويه، يا قياده جبهه البوليزاريو، يا المعارضه، يا اللي فيه نخوه له الصحراء يجمعوا وبعدهم ذي الاطراف ولوذوا الحل له الصحراء، احقنوا دم شعبكم. وهذا هو اللي تلوذوا له الصراع والمجادلات المنابر ما يمزيش مسيكين، بقي يشتل بين الدول، لا اللي ما قتل الجزائري قتل المغاربة، ولا ما قتل المغاربة قتل موريتان، واللي ما يموت حارق والله يموت شوه منين، اللي قتل العطش الله يموت عند الذهب، اللي ود لقمة العيش هو أرض وباطن، لا من الخيرات ولا من كل شيء، لا ما هو جابر نخب صالحة، تلوذ الحلول